باش نجم نرشح للانتخابات الرئاسية في تونس. لازمنا حاجة مهمة، برشة التزكيات متاع النواب. هذه التزكيات هي كيما نكون نحكيه على دعم ممثلين الشعب للمرشح. لازم المرشح يجمع عدد معين من إمضاءة النواب باش يقدم ترشحه للرئاسة، كيما نقوله موافقة من النواب على برنامجه وقدرته على قيادة البلاد. أهمية التزكيات هي أنها طريقة باش نضمن جدية الترشيحات ونمنع تشتت الأصوات. كما تعرفوا عدد كبير من المرشحين يخلي الناخبين يتشتتوا ويصعب عليهم اختيار رئيس عنده دعم كبير، ولهذا التزكيات تساعد على تركيز الخيارات قدام الناخبين وتسهل عليهم الاختيار. مع هذا شروط الحصول على التزكيات تخلي برشة تساؤلات تدور في بنا، خاصة على مدى نجاعتها وتأثيرها على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. مثلا المرشحين المستقلين والمتع أحزاب صغيرة يلقوا صعوبة في جمع التزكيات اللازمة، خاصة أن تمثيلهم في البرلمان ضعيف. المعارضة التونسية تواجه عديد الصعوبات باش تجمع التزكيات اللازمة لدخول الانتخابات الرئاسية، وهذا كان يعود لعدة أسباب، منها ضعف تمثيل الأحزاب المعارضة في البرلمان وعدم وجود اتفاق بين مختلف أطرافها على مرشح واحد. وزيد بعض النواب ممكن يرفضوا منح التزكيات للشخصيات المعارضة بسبب ضغوطات سياسية أو مصالح خاصة. هذه التحديات تمثل عائق أمام مشاركة المعارضة في الانتخابات وتقلل من حظوظ فوزها، كما أنها تضعف من مبدأ تداول السلطة بصفة سلمية وتهدد المكتسبات اللي تحققت بعد ثورة 2011. نظام التزكيات عنده تأثير مباشر على مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية. وقت اللي تولي التزكيات مجرد أداة لإقصاء المرشحين المعارضين وتقييد مشاركتهم في السباق الانتخابي، هذاك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع قواعد الديمقراطية. برشة سياسيين ومراقبين يطالبوا بإعادة النظر في نظام التزكيات وإيجاد آليات أكثر عدلاً وشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. من غير انتخابات نزيهة وشفافة، الديمقراطية تولي مجرد شعارات فارغة ما تعبر كان على الإرادة متاع الشعب. كاين عدة حلول ممكنة باش نتجاوز مشكلة التزكيات ونضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. من بين هذه الحلول، أولاً ممكن ننقص من عدد التزكيات المطلوبة من النواب، وهذاك باش يسهل على المرشحين المستقلين والمتع الأحزاب الصغيرة باش يشاركوا في الانتخابات. ثانياً ممكن نخليه المرشحين يجمعوا عدد معين من التزكيات من المواطنين المسجلين في القائمات الانتخابية. وأخيراً ممكن نستغنوا تماماً على شرط التزكيات ونكتفي بشروط أخرى، كيما دفع مبلغ مالي معين أو جمع عدد معين من إمضاءة المواطنين. هذه الحلول من شأنها تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتساهم في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. التزكيات عندها دور كبير في تعزيز الديمقراطية وقت اللي تطبق بطريقة عادلة وشفافة. هيا تخلي النواب يعبروا على دعمهم للمرشحين اللي يشوفوا فيهم القدرة على قيادة البلاد، لكن لازمنا نحرصوا باش ما توليش التزكيات مجرد أداة للخصوم السياسيين أو تقييد الحريات الديمقراطية. الهدف الأساسي من الانتخابات هو تمكين الشعب من اختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة.